واحدة برضو من ملفات العدالة هو ملف المحاسبة. يعني هناك عديد الجرائم والانتهاكات ارتكبت في حق هذا الوطن ومؤسساته وموارده العامة، والتعدي على حقوق الأفراد والجماعات في مقدمتها حق الحياة. دي كلها قضايا عايزة يعني مفروض ما شايل حقيقة الناس ما شايفين فيه. الحاجة الوحيدة شايفينها هي محاكمة الرئيس السابق بتهمة لا ترقى لمستوى الجرائم المرتكبة عموما يعني. وبالتالي برضو هذا نريد من الحكومة أن تستلهم الإرادة الشعبية وتحسن الإصغاء لها وتشمر عن ساعد الجد في هذا الموضوع عشان الناس يشوفوا العدالة بتنفذ قدامهم. وده مرتبط به طوالي الواجب الدستوري الثاني الآخر المحدد في الوثيقة الدستورية اللي هو التفكيك بنية التمكين الحزبي التي أقام نظام الإنقاذ. هذه البنية لا تزال موجودة، وبالتالي يعني لابد من تفكيكها. لا هو الحقيقة احنا مش عايزين نظلم زول او عايزين نقص زول في وضع ظالم اصلا يعني، لانه هذه البنية قامت على اساس الولاء السياسي والحزبي والمحسوبية وليس على الجدارة والكفاءة والتأهيل. وبالتالي لابد من تصحيح هذا الوضع وإعادة التوازن لمؤسسات الدولة عشان تكون مؤسسات تمثل الشعب تمثيل عادل، وعشان تقوم بدورها تحول الدولة من دولة حزب إلى دولة شعب. هذه مهمة عاجلة برضو لا تحتمل مزيد من التأجيل، وأعتقد أنه برضو مطلوب إسناد من قوى الحرية والتغيير، ومفروض أنه يكون في شغل يعني مشترك بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير في هذه الملفات. لأنه لاحظنا برضو في بعض التعيينات أتي بأشخاص يعني مشدودين بولاء للنظام القديم يعني، فهذه المسألة تحتاج إلى تمحيص وتحتاج أنه يكون في شغل مشترك. وده طبعا بيقولني لنقطة أنه لابد من التنسيق المستمر بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير. الحقيقة الفترة الفاتت دي كلها لم تكن هناك آلية للتنسيق، لكن مؤخرا تكونت آلية تمثل كتل الحرية والتغيير المختلفة، وهي يعني حلقة الوصل بين الحكومة وبين قوى الحرية والتغيير في القضايا المختلفة. وعقدت اجتماعات، أمس كان عندها اجتماع مع رئيس الوزراء، حتجتمع مع مجلس السيادة وعشان متابعة كل الملفات. فهذا تطور كويس، ويعني أتمنى إنه يساهم في إنه يدفع في 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 مخاطبة كل القضايا. من مسائل العدالة مثلا قضية المفصولين. المفصولين ناس يتفصلوا بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، كويس إنه صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادتهم، لكن في بعض الجهات لم تنفذ هذا القرار إلى هذه اللحظة، وده يحتاج لمتابعة. وهناك المفصولون عموما من الخدمة العامة سواء كان المدنية أو العسكرية طوال عهد الإنقاذ. الوثيقة الدستورية بتتكلم عن تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص وإنصافهم، ويعني عايزين برضو نشوف تقدم في هذا الحال. مرتبط بالملف العدالة تكوين مفوضية الفساد وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية. يعني لابد من إصدار قوانين. المجلس التشريعي غائب طبعا، المجلسين بشكلوا جهاز تشريع، المفروض يصدروا قوانين لهذه المفوضات المفوضيات عشان تمارس دورها.